بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. متتبعي مستر نور المعلوميات، سعيد أن أتواجد معكم في حلقة اليوم التي سوف نتحدث فيها عن موضوع بسيط، وهو تفسير أو يعني اطلاع عن ساعتين قمت بشرائهما من موقع جيربس. هذه الساعتين هي عبارة عن ساعات رياضية من موقع الصيني الشهير سكيمي الذي سوف نتحدث عليه لاحقا، وأيضا بعد يعني المطالعة أو المراجعة لهذه الساعتين تستطيع أن تختار أي ساعة منهم تكون قد نالت إعجابك وتدخل في المسابقة، حيث سوف تحصل على واحدة منهم مجانا. تختار منهم أنت أي ساعة كانت في نالت إعجابك، وبعد إجراء يعني قرعة بعد 15 يوم من هذه الحلقة إن شاء الله ومن تاريخ هذه الحلقة، سوف أقوم بشراء واحدة جديدة وإرسالها إليك إلى غاية باب منزلك بدون دفع أنت ولا أي ثمن أحبابي في الله. أولا، هم يعني كما أخبرتك ساعتين من موقع الشهير سكيمي، نقوم بالاطلاع عليها يعني، وتم فتح العلبتين من يعني الجمارك الجزائرية، دائما يجب أن يقوم بالفتحة والتحقق منها، وبعدها يقوم بوضع يعني الطابع الخاص بالجمارك الجزائرية كما تلاحظ، وترى كلمة تحقق أو فيريفيد. شيء ثاني أيضا، هنا أيضا قاموا بالتحقق من المنتوج وبدون دفع أي شيء، يعني لو كان الفائز من الجزائر إن شاء الله سوف لا يدفع أي ثمن أحبابي في الله. لو كان خارج عن الجزائر، أنا لا أعرف يعني كل قوانين دول العالم وخاصة يعني الدول المجاورة مثلا المغرب أو تونس، إن شاء الله لا توجد بها أي وسائل دفع، لأن ثمنها رخيص يعني جدا، لا يعني لا تحتاج فيها للدفع ولا أي ثمن أحبابي فيه. أولا، نوع هذه الساعة هو سكيمي، الموديل 1155 كما تلاحظ معي هنا في العلبة 1155، اللون أسود، توجد فيها الكثير من الألوان، وهذه من نوع 1148 من نوع اللون الأسود أيضا بدون وجود علبة عليها. نقوم بفتح الأولى 1148 للتطلع على المزايا التي فيها. هي ساعة رياضية أنالوجيك ونيميريك نفس الوقت، رقمية ورقاص أو تعداد كلاسيكي، جميلة جدا، تأتي على هذا الشكل كما تلاحظ معي. هذه الساعة الأولى سوف نطلع عليها كما تلاحظ هنا، وهذه الساعة الثانية التي تأتي بعلبتها وتكون بأمور جميلة أيضا فيها يعني كما تلاحظ معي هكذا، وهذه الساعة الثانية. نضع يعني الساعتين أمامنا حتى لنقوم بالمقارنة عليهما ونرى الفرق بين هذه الساعة وهذه. هو الإصدار كان هذا الأول يعني 1148 قبل الإصدار 1155 عادي على الترتيب، لأنها تقوم بالترتيب على الأرقام. أولا، الساعة الأولى 1148 كما تلاحظ معي توجد بها رقاصة، ويوجد بها أيضا كما تلاحظ معي هنا كرونومتر، يوجد بها منبه وأيضا يعني ضوء كما تلاحظ معي هنا إذا استعملتها بالليل، وهي ويوجد هنا تاريخ أو الأيام يعني من 1 حتى 31، كل الأرقام كل يعني القباسات عليها تعمل لي يعني التعديل على الساعة كما تلاحظ، وهنا تقوم بجذب هذه لتعديل الساعة بطريقة كلاسيكية كما تلاحظ. من الخلف تجد أن الساعة كما تلاحظ معي هنا water resisted 5 ATM أو 50 متر أسفل الماء، يعني أمر جميل، وهي ساعة رياضية وصلبة جدا، تراها تكون شبيهة مثل الساعات يعني الرياضية جي شوك المعروفة أحبابي في الله. هذه بالنسبة للساعة 1148، بالنسبة إلى 1155 كما تلاحظ نفس الشيء، الاسم سكيمي، ساعة جميلة ذات يعني مطاط جيدة شديدة أو قوية كما تلاحظ معي، يوجد بها يعني نقبضين اللي على اللي يعني السبتة الخاصة بالساعة. من الخلف أيضا تجد أن الساعة water resisted 5 ATM أو 50 متر تحت الماء، ونفس الشيء بالنسبة لهذه الساعة كما تلاحظ معي هنا يوجد بها يعني بعد ضوء هكذا الأيام ساعة، وهنا الساعة رقمية، وهنا التاريخ الخاص باليوم، ويوجد أيضا زر هنا كما تلاحظ معي هو لاستعمال ضوء أحبابي في الله. يوجد بها أيضا منبه كما تسمع معنا هكذا، تقوم بالتعديل عليه، وبعد وصول وقت مباشرة يبدأ المنبه بال يعني الصوت، تستطيع استعمالها تحت الماء عادي جدا. وأيضا كما أخبرتك
دون استعمالها تحت الماء يعني تكون صلبة جدا ومقاومة وخفيفة في الوزن، يعني هي الاستعمال الرياضي، يعني تقوم باستعمالها في الرياضات أحبابي في الله. هذه كانت يعني مراجعة خفيفة، أنا لم يعني كنت أريد أن أقوم بمراجعتها، ولكن بوضع المسابقة سوف أريكم يعني المزايا التي موجودة بهذه الساعة والتي موجودة بهذه حتى تقوم أنت باختيار أحبابي في الله. أولا وقبل كل شيء، الرابط الذي سوف يكون أسفل يعني هذا الفيديو على اليوتيوب أو على تدوينه يدلك على يعني الأشياء أو الشروط التي تقوم على المسابقة. هي ليست شروط كبيرة، تقوم بنشر هذا الفيديو والالتحاق بقناتنا على اليوتيوب، اشتراك بقناتنا في اليوتيوب والالتحاق على صفحتنا في فيسبوك مباشرة، تدخل في السحب وتقوم تم وتضع يعني إيميلك الخاص في التعليقات، مباشرة سوف نقوم بجمع تلك الإيميلات التي سوف تشترك إن شاء الله. بعد 15 يوم من وضع هذا الفيديو نقوم بقرعة يعني نزيهة وتكون مباشرة، أي شخص سوف يربح معنا، سوف اشتري له ساعة جديدة من الموقع الشهير جير بيست وأقوم بإرسالها إلى غاية باب منزله مجانا دون دفع أي رسوم. أحبابي في الله، أتمنى منكم الالتحاق بقناتنا والاشتراك حتى يعني تأتي كل فيديوهاتنا الجديدة وأيضا المسابقات التي نقوم بها إن شاء الله. أي سؤال أي استفسار سوف يكون تعليقه أسفل الفيديو، وسوف أكون سعيد جدا بالرد عليكم أحبابي في الله. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.